هل تساءلتم يوما لماذا ينجح بعض الأفراد في مجالات عملهم أكثر من غيرهم؟ لماذا يتمتعون بدرجة أعلى من الشعور بالرضا في حياتهم الشخصية والمهنية أكثر من غيرهم؟ السبب ببساطة أنهم يمتلكون عادات ومهارات تضمن لهم النجاح، كونهم يتمتعون بالذكاء والمرونة واستثمار الفرص بشكل صحيح. نعم مشاهدينا، أن النجاح ما هو إلا مزيج من صفات شخصية نتحكم بها وظروف خارجية قد لا نتحكم بها، إلا أنه مجرد معرفتنا بوجود الطرفين يمنحنا خارطة طريق للتفوق والنجاح. لذلك فقد وضع المختصون عدة قوانين عرفت فيما بعد بقوانين النجاح الشخصي. حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف مستشار التنمية البشرية الأستاذ عماد الفهد. صباح الخير. يعني صباح الخير عليك. صباح الخير لكم. صباح النجاح. الله يحفظكم. نورتنا. شكرا جزيلا. طيب بالبداية خلينا نتحدث، أكو هناك عدة قوانين حتى الإنسان يكون بخطوات النجاح، هي الأكثر مرات تكون إقناعا للبشر الآخر وانتشارا في عموم العالم يعني بالأغلب. طيب اليوم إذا أريد إحنا نحدد أو نضع خطة مثل ما إحنا نقول حتى نوصل للهدف بوضوح، شنو هي الخطة يعني من القوانين اللي ممكن إحنا نقدر نخليها للخطط؟ صباحكم الله بالخير. شكرا للاستضافة. حقيقة هذا الموضوع من أهم المواضيع اللي تسعى إلى تفوق الإنسان وإضافة قيمة إضافية للإنسان وجعله يشعر ويستذوق حالات النجاح في كل أبعاد حياته وكل جوانب حياته، على اعتبار أن حتى كلمة النجاح إذا قلنا لشخص اليوم صغير أو كبير، نعم، رجل أو امرأة أنه أنجح، حتى هذه الكلمة تعتبر فضفاضة. بعض الشيء اللي لم نحددها مثل ما تفضلتي مسألة تحديد النجاح، اليوم جوانب الحياة كثيرة، جانب مثلا روحاني، جانب عقلي، جانب نفسي، جانب أسري، الاجتماعي، المهني، المالي، كل هذه الجوانب هي تعني الحياة، تساوي، نعم، الحياة، نعم. فلذلك حينما نطلق على إنسان أنه هذا إنسان ناجح هو يحصل على امتيازات مرتفعة في كل هذه الجوانب وليس في جانب على حساب جانب. نجد كثير من الناس عنده مثلا نجاح مالي لكن ما عنده نجاح أسري، أو عنده نجاح اجتماعي وهكذا. لذلك يجب أن تكون هذا أو ما تسمى بعجلة الحياة، لهذا كأنما بأثمن جوانب يجب أن يطالها النجاح في جميع أبعادها حتى نطلق على الإنسان أن يكون ناجحا. طيب انت قلت انه الجوانب الحياه هوايه تكون دائما اكو جانب نفسي، طيب اليوم الثقه بالنفس شنو دورها بالنجاح؟ جميل، جميل. طبعا الثقه بالنفس، انطون روبنز اللي هو المتحدث العالمي امريكي الجنسيه يقول انا بدات، طبعا هذا متحدث على مستوى العالم، نعم، يقول انا بدات سيرتي ودخولي الى عالم النجاح من حين ثقتي بنفسي، حينما كنت أو وثقت بنفسي، فهذه كأنما هي البوابة للدخول إلى عالم النجاح. نعم. الثقة بالنفس بمعنى الثقة بمهارات النفس. اليوم كل ما الإنسان يمتلك مهارات إضافية وكلما كان مبدعا بهذه المهارات صار كاريزما، صار احنا نسميه يمتلك سحر. نعم. يمتلك قبول ويمتلك ماركة شخصية. نعم. كلما امتلك مهارات جديدة، إبداع جديد، ابتكار جديد، كلما كان إنسانا يمتلك هذا الكاريزما ويمتلك هذا السكيل احنا نسميه المهارات الاضافيه، نعم، كلما كان ناجح. فلذلك الثقه بالنفس تعتبر هي العلامه الداله على الانسان الناجح وكذلك هي المدخل الى عالم النجاح والناجح. نعم. ايضا عندنا من القوانين اللي تؤدي الى النجاح من ضمنها القدره على التخيل ورؤيه فرص، انه هي اصلا ما متهيئه بعد. طيب خلينا نتحدث عن هذا القانون. شيء لطيف طبعا هذا السؤال، على اعتبار ان الانسان يعيش بثلاث حالات، مره يعيش بحاله الذاكره حينما يريد ان يذهب الى الماضي، نعم، ومره يعيش بحاله التخيل او الخيال حينما يريد ان ينطلق نحو المستقبل، نعم، وايضا عندنا صنف ثالث اللي هو يسموه عايش اللحظه او عيش اللحظه، نعم، اللي او الشخصيه المضارعه يسموه، نعم، يعني اللي عاشه. فمسألة الذهاب إلى الماضي أو الرجوع إلى الماضي أو الذهاب إلى المستقبل يجب طبعا فيها ذهابين ورجوعين، يعني مرة يكون رجوعنا للماضي رجوع سلبي، نتذكر بس مواطن الفشل، نتذكر فقط المواقف المحرجة وإلى، ومرة يكون رجوعنا للماضي رجوع إيجابي، نتذكر يوم نجاحنا، نتذكر الأيام اللي تميزنا بها. كذلك الذهاب للمستقبل يجب أن يكون ذهاب إيجابي، حينما نتأمل خيرا تفائلوا بالخير تجدوه، كأنما، نعم، هذه رؤية استشرافية للمستقبل، نعم. إذن يجب أن يكون للإنسان الناجح باستمرار رؤية، وهذه الرؤية هي وكأنما تفتح له الطريق للنجاح التالي. نعم أستاذ. طيب القيادة والمبادرة هي تعتبر من أهم أساسيات النجاح، أعطينا مثال عليها. طبعا المبادرة بحد ذاتها، يعني ستيفن كوفي صاحب كتاب العادات السبع حينما
كتب هذا كتابه وقال انه هذه يعني كانما خبره تراكميه من 20 الى 25 سنه. نعم. اول صفه جعلها للناجحين هم مبادرون، الصفه الاولى بانهم وجد انه الناجح السياسي الاقتصادي الرياضي في جميع جوانب الحياه والاختصاصات، وجد ان الانسان الناجح هو الانسان المبادر. نعم. دائما اللي يغتنم الفرص، دائما عنده لابس احنا نسميها نظارات، يشوف اكثر من الاخرين مساله الفرص وقضايا الفرص. ليش؟ لان حتى النبي صلى الله عليه واله يقول اغتنموا الفرص فانها شنو تمر مر السحاب بالفعل. لذلك نعم. يحتاج لها انتباه، يحتاج نوع من اليقظه، يحتاج نوع من كانما ايضا مهارات اضافيه حتى بامكاننا ان نميز هذه الفرصه من تلك. نعم. طيب قدره الشخص ايضا على نقل الحماسه والايمان بالفكره، انه يكون مؤمن بهاي الفكره سواء كانت انه صحيحه او غير صحيحه لمن حوله. نقدر يعني ناخذ فد مثال على طبعا هو هذا القانون. احنا اليوم موضوعنا هو قوانين النجاح الشخصي. نعم. قوانين كثيره. نعم. لكن احنا نريد نركز على ابرز القوانين وكذلك اكثرها يعني استخدام، وخصوصا اللي تتماشى مع مجتمعاتنا. لا ننسى انه احنا نعم. بالعراق يعني وفق هذه التحديات، فنتحدث بامور هي معقوله وامور واقعيه بذات الوقت. طبعا هذا الامر اللي تحدثت عنه والسؤال هو تبدا من قضيه الرغبه الشديده للنجاح. حينما يرى الانسان دائما احنا اذا نريد نحفز شخص او شخص يحفز نفسه عاده نعم. يحفز نفسه اما باللذه او الالم. يعني مره هسه مثلا ابني على مستوى مثلا او بنتي اريد احفزها للدراسه، مره اقول لها بنتي لازم تنجحين حتى تتفوقين حتى تحصلين معدل حتى تحصلين كليه. نعم. لذه. ومره مثلا اقول لها اذا ما تنجحين راح تبقين في صفك، راح زملائك راح ينتقلون الى نعم. نوع من الالم. هذين الامرين اقوى محفزين باتجاه النجاح. نعم. طيب اليوم الانسان العجول اللي يتصرف دائما بسرعه، هاي اكيد حتاثر على النجاح بالمستقبل. طيب اعطينا مثال على التصرف بسرعه. يعني طبعا هي مساله العجله، يعني في العجله الندامه اخوان معروفه المساله، لكن بعض الاحيان احنا حتى التنمويين يتهمون هكذا انه نحفز الاخرين، يسوي فد كتله من الحماس، بالتالي الانسان يندفع. هذا الاندفاع بعض الاحيان ياتي به كانما امور سلبيه. لا، يجب ان يكون الحماس والاندفاع برؤيه. الإنسان إذا خلى هدف أمامه ورؤية أمامه وهذه الرؤية كانت واضحة جدا، لا بأس بالتسرع لها باتجاهها. نعم. السرعة هنا إيجابية. أما إذا كانت السرعة لأجل السرعة، يعني كأنما عندي أنا ماراثون أريد أخلصه، لا. نعم. هذه المسألة ما راح تجدي نفع. نعم. أيضا من ضمن القوانين اللي هو امتلاك شخص يمتلك موهبة التفكير. إحنا نعرف دائما نفكر بالخطة اللي إحنا نريد نسويها. فعلا. أكو مرات نفكر بالخطة، الواحد يكون بحالة عصبية فتدري المعلومات كلها راح تؤدي إلى بالنهاية نتيجة سلبية. طيب اليوم إذا كان يتميز المعلومات اللي تفيدهم تفيد الشخص نفسه، شلون يعني نقدر هاي النقطة نجتازها؟ شلون نتحدث على هذا القانون؟ طبعا الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بقضية العقل. طبعا مع العلم أصلا المقاطعة مو الكل يتصف بهذا الصفة. بالتأكيد المسألة نسبية. هذا العقل يعني فيه أداة هائلة جدا اللي هي أداة التفكير والفكر. الشيء اللي يميز الناجحين عن غيرهم في مجال التفكير هو أيضا مجموعة قوانين. من أبرز القوانين اللي تميز الإنسان الناجح بتفكيره، هو مؤمن تماما بأن التفكير نفس التفكير أدوات التفكير شيء نقوم به لا شيء يحدث لنا. بمعنى أنه كثير من الناس أنه يقول لك هذا أنا هو عقلي يفكر وهذا وينطيني النتيجة وأنا أطبق. لا، الناجح يفكر بأن التفكير وكأنما هي حاجة يقودها بيد، يعني هو يقود عملية التفكير مو التفكير يقود الإنسان. نعم. وهذا هو الفرق. الأمر الآخر أنه كثير من الناس ما يريد يتعلم مهارات جديدة. اليوم عندنا التفكير الجانبي، شيء جديد اسمه التفكير الجانبي، عندنا شيء اسمه التفكير خارج الصندوق. كل هذه الأفكار وكل هذه القوانين تدعو الإنسان بأن يفكر مختلفا عن الآخرين، بالتالي أيضا سوف يحصل على فرص جديدة. نعم. طيب عندنا اتصال. رحيم من البصرة، صباح الخير يا رحيم. رحيم تسمعني؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا رحيم، شلونك؟ شكرا لاتصالك يا رحيم. نعم ستي. طيب هيلين، صباح الخير يا هيلين. صباح الخير. تحياتي لك العزيز. تحياتنا لك، تفضلي.
بالنسبة للأستاذ اللي تحت وياه إذا ممكن. أوكي تفضل. تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعاً أنا موضوعكم مفتهم تزيد ضبط يعني بس الكهرباء هسه جت بس أريد أسأل يعني أنا يعني عندي فكير إنه أنا أحلل الشخصية زين وأثناء تحليلي للشخصية مو أسبق الحدث وإنما أعرف إنه هذا الشخص راح يكون بالمستقبل يعني كشخصية وكت يعني دراسة فأريد أفهم هذا شنو اللي قاعد يصير يعني إيش يسمى في علم النفس. واضح إن شاء الله. شكرا لاتصالك يا هيلين. عفوا احنا موضوعنا بدنا نتحدث فيه عن قوانين النجاح الشخصي. اللي يتصل ويانا نقدر نعرف انه الانسان دائما عنده قوانين بالحياه، ممكن هذه القوانين او الاتخاذات السريعه تؤدي به الى الاتجاه السلبي، واكو به اللي دائما احنا نقول اللي تؤدي الى الاتجاه الايجابي، وهذا يوضح لنا اكثر حتى بالامثله وذكرنا من ضمنها القوانين اللي هي من ضمنها الثقه بالنفس، ومن ضمنها المختصين شلون يقومون بقياده المبادره، وايضا النجاح والقدره على انه الانسان شلون يقدر يتخيل ويرى هذا الشيء اذا كان بالماضي او بالمستقبل. طيب طيب اليوم اذا الانسان يستجي فرص، احنا كل انسان تجي فرص بالحياه، طيب اليوم اكو فرص تكون رغم مخاطرها، يعني الشخص اللي يستثمر هاي الفرصه الخطره تعتبر ايضا من طرق النجاح. طيب انطينا اليوم مثال على هاي. جميل جدا. عندنا ايضا من واحده من القوانين المهمه للنجاح هو دائما الانسان حينما يقبل على عمل معين، قرار معين، اي قضيه معينه، دائما يحاول ان يكون عنده وعي شخصي قبل الدخول اذا هذه الاليات وهذه الادوات. نعم. الوعي الشخصي انه نسال انفسنا اربعه اسئله مو كثير، يعني اولا شنو النقاط القوه اللي امتلكها بازاء هذه الفرصه؟ نعم. شنو النقاط الضعف اللي في داخلي حتى اقدر اتلافيها او ممكن ان تخرج هذه النقاط الضعف وتعيقني عن الوصول الى هذه الغايه؟ نعم. وايضا يجب ان نسال انفسنا ما هي ابرز اهتماماتنا؟ وكذلك ما هي الفرص الموجودة في الأفق؟ هذه الأربعة أسئلة وكأنما هي تنطي الإنسان رفرش باتجاه أي فرصة بإمكانه أن يجد هذه الفرصة ويحددها ويشخصها، يقول هذه الفرصة مؤاتية لي، متناسبة مع وضعي، متناسبة مع عقليتي، مع نفسي، مع مجتمعي، وكذلك مع أسرتي، أو غير متناسبة. لذلك مو أي فرصة هي يعني كأنما ضوء أخضر لاقتحامها والذهاب إليها. طيب ايضا من قوانين النجاح استاذ، احنا مرات نخطئ وتدري يعني مرات الاخطاء اذا تتكرر يقول لك الخطا شلون اذا يزيد عن حده ينقلب ضده. فعلا. ودائما الانسان الاكبر من عندنا لما يقول لك انا نبهتك مره، فعلا مجبور انه انت شخص كبير وواعي ارجع انبهك مره ثانيه، فانت يعني كررت الخطا. طيب من قوانين النجاح انه الشخص ما يخطا مرتين، وهذا الشيء يعني من ضمن القوانين. طيب شنو فائده هذا الشيء انه ما يخطا مرتين؟ طبعا الانسان ما اتفق مع انه ما يخطا مرتين، بالعكس يعني اليوم الناجحين واللي شقوا طريقهم باتجاه النجاح هم اكثر الناس اللي كانما تعرضوا الى تحديات ومصاعب. نعم. وفشل والى اخره، فلذلك تجدهم اناس يعني اقوياء في اتخاذ القرار يقتحمون جيد. اني نعم. برايي اشوف جميل. الشخص اذا ما يخطا ما ينجح. سنت. مره ومرتين وثلاثه. جميل جدا. هذه شلون يعني كانما نخلينا معادله جديده لربما اليوم اللي شاهدنا راح يتغير مفهومه. نعم. بازاء مفرده الفشل. احنا دائما شعدنا مثلا انه انسان المعادله هكذا، الانسان اما ينجح اذا ما نجح فهو شنو؟ نعم. فهو فاشل يعني. فالمعادله انه الانسان بالوسط، وكعدنا فشل وكعدنا نجاح. من الفشل. حسن. هذه المعادله اليوم نريد نغير بعناصرها، اذا غيرنا بعناصرها راح نحصل على معادله ربما تختلف حتى نظرتنا بازاء الفشل. شلون؟ انه نطلع الانسان من هذه المعادله شويه، نحركه خطوه. نعم. للامام بحيث يصير عندنا انسان فشل ونجاح. بالفعل. هو كان بين نجاح وبين فشل، لكن الان حينما يقول الانسان يكون هو الاول بهذه المعادله وبعدين الفشل، راح يتصور انه اي حاله فشل راح تجي وكانما هي بوابه لمن؟ بوابه للنجاح التالي. نجاح. خلينا نشوف عندنا اتصال. مها من بغداد، صباح الخير يا مها. صباح النور. اهلا وسهلا، تفضل يا مها، سمعتي موضوع او حوار الصباح اللي بدنا نتحدث فيه عن قوانين النجاح؟ يعني جاي تحكون على ثقة النفس وجاي تحكون هيك على هذا الشيء، زين شلون يعني ثقة النفس؟ شلون واحد يفكر بعقله؟ يعني يفكر مرة ومرتين وثلاثة يعني يوقف عقله. نعم، طيب تقدر تجاوبها؟
زين أنا هسه أنا جاي حاكيك أو تسألي الدكتور بالله غير هو. نعم تفضلي حبيبتي اسمعي. تفضلي أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. نسمعك يا مها. الدكتور يعني تجاي تحكي يعني أنت مو دكتور نفسي؟ لا مو دكتور نفسي، مدرب تنمية بشرية. يعني هو أنت جاي على هذا الشيء، أنت تقول شيء تفكر بعقل وشيء يعني العقل مرة ما فيها تفكر يعني تحتاج شيء تفكر، لأنه وقت أكو شغلات تجيك يعني تحتاج تفكر فيها شو تسوي. يعني عقلك يوقف شو تسوي؟ زين زين واضح واضح إن شاء الله، العقل ما يوقف مستحيل. لا لا يوقف، زين هسه أنا راح أحكي لك شغلة، أنا من عندي أنا مرتبطة بشخص. نعم. مرتبطة بشخص، الشخص حبيته يعني، وورا فترة التقيت وياه سنتين، ورا فترة يعني أهله جبروا وزوجوا. واضح. من جبروا وزوجوا، زوجوا بتعنى، قال يعني أنا انجبرت، أنا بقيت وياه. أنا بقيت وياه، زوج بقيت وياه. نعم. برا ما تزوج يعني أنا أسئله، قل له أنت تحبني؟ لو لا يعني إذا تحبني بقى وياي، لو ما تحبني بقاي بتعنى. يقول له أنا أحبك. الجاي يسوي البيت عمه هو الشغلات أنا لحد هسه ما جاي متقدمي الحش يسوي ما أدري عقلي وقف واضح فهاي الطريقة ما أقدر أفكر يعني هسه تقدر يعني شو كلش أسوي طبعا نقدر طبعا يلا زين هو يقول أنا حبته أنا أريدك وبيت عمك تريدها يقول أنا مو كلش أنا ما أحبك نعم بس يجيب لها وينطيها ويسوي لها كل شيء أنا مستوعبت الحد هسه يعني ما جاي طيب يا مها موضوع اهلي يجون اهلي يجون زين خلي يجاوبني دكتور نعم. انا عقلي وقف مها انت تابعينا اكيد وراح يجاوبك واكيد احنا بالنهايه نقول اللي ما يريدنا بربح ما يريده بخساره شكرا لاتصالك يا ما نقدر نجاوبها انه هي قصدها او الفكره اللي وصلت لنا اياها انه هي هوايه تفكر فمن كثر التفكير انه الانسان بطل يستوعب وصل مرحله انه هي تقول قاعده ما احنا ما نقدر نقول عقلي وقف يعني تلقي حل للموضوع طبعا هو احنا عندنا مقوله وانطتنا مثال ايضا على مثال واضح يعني المثال اللي صار طبعا اول شيء هو ما خاب من استشار شيء جميل الانسان اليوم من يستشار وعندنا حكمه صينيه تقول ايضا من اراد ان يستعلم الطريق فليسال العائدين منه نعم اليوم هي وصلت الى حاله بس المشكله الاساسيه اللي دائما تجينا الاستشارات تجينا من بعد ما الامور كلش يعني تصل الى مثل ما يقول طريق مسدود يعني دائما ما بني على باطل فهو باطل نعم. بمعنى انه الانسان حينما يخطى خطوه وهذه الخطوه استراتيجيه يحاول قبل ان يخطى هذه الخطوه خصوصا النساء للاسف هذا مو حب هسه انا بنظري اللي تحدثت عنه وبعد ما تزوج وكذا ممكن نقدر نسميه تعلق التعلق وتعلق مرضي يعني هذا نعم. وليس تعلق الدليل على هذا لان الحب ما يعرف شيء اسمه بكي ولوعه وسهر ولوم وخوف وحزن هذا مو حب اي شيء تدخل به هذه المعطيات هذا ليس بحب وانما هذا تعلق مرضي لأن الحب عبارة عن ارتياح عبارة عن انسجام عبارة عن ألفة عبارة عن معايرة داخلية مع روح المقابل عبارة عن سرور وفرح وبهجة واستمرارية بالحياة وحب للحياة أما هذه المفردات اللي ذكرتها من خوف وألم وبكاء والدليل على هذا أنه عقلها واقف وتقول عقلي واقف نقدر نسميه أستاذ يعني أنت أكثر خبرة من عندنا أنه دائما أكو ناس عندهم شخصيتهم أقوى واضح قوية صح صح. أكو ناس عندها شخصيتهم ما نقدر نقول ضعيفة وإنما هي ما تقدر تسيطر كتلة من المشاعر تتعامل بمشاعرها 100% يعني العقل ليش تقول عقلي وقف هي مو عقلها وقف وإنما المتحكم الآن هو عبارة عن المشاعر والأحاسيس هي اللي تتحدث بالنيابة فلذلك حتى نبرة صوتها انسجامها مع القضية وطريقة طرحها للسؤال هي كتلة من المشاعر يعني أي عقل حاليا ما موجود في الموضوع لذلك أنا أطلب من جميع يعني هذه الحالات مئات تجي بل أكثر من ذلك اللي أطلبه أنه الإنسان المشاعر أغلى شيء في الوجود وخصوصا البنت أو المرأة فلا تمنح مشاعرها عندنا حديث جدا راقي يقول احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما بمعنى أن الإنسان حتى من يريد يقبل بمشاعره وبحبه وبأحاسيسه أمام الوقت خلي يترك فسحة للرجوع لأن أنت المقابلك أيضا بشر ومتحكم في الأهواء ومتحكم في الميول والاتجاهات والغرائز في لحظة من اللحظات أنا كثير ما أسمعها يقولها في مال لا الله وياك يعني تنتهي القصة بهذه المعاناة بالفعل طيب اليوم أستاذ اليوم إن الشخص اللي يعيش بوسط دائما لازم يشكل حوله مجموعة من الوياه يعني دائما تكون بالبيئة اللي يحيط بها إن تكون متشاركة وياه بنجاحاته بأهدافه بأفكاره بحماسه طيب هذا اليوم يؤدي إلى طريق النجاح فعلا. بشنو يساعد هذا الشخص على تشكيل فرصة عمل من حوله يحمل نفس الخصائص
طبعا مسارين جدا مهمات للمسيرة حقيقة بأزاء النجاح وباتجاه النجاح، هي مصاحبة الناجحين وقراءة سيرة العظماء. مصاحبة الناجحين مقولة دائما أقولها، يقول إذا أردت أن تحلق مع الصقور فلا تضيع وقتك مع الدجاج، بمعنى أنه يصاحب ناجح راح ينجح، يصاحب فاشل راح يفشل. لماذا؟ لأن ناجح دائما يحفزك نحو الاستمرارية والعمل والإنجاز، أما الفاشل يقول لك تعال نقعد هنا بركن، تعال للكوفي، تعال وكذا، دائما إحباط وفشل وإلى آخره. هذه مسار. المسار الآخر في اللي ذكرتي بالنجاح هو قراءة سيرة العظماء. إيش قد اليوم عندنا من حولنا ناس نجحوا على جميع المستويات، الرياضي، السياسي، الثقافي، المجتمعي، الإعلامي، نحاول أن نقرأ بسيرتهم ونشوف شنو. لذلك عندنا قانون شي يقول، يقول ما هو ممكن لغيري ممكن لي، ما دام أنا امتلك ذات الأدوات ممكن أن أصل لما وصل له الناجح الفلاني أو الناجح الفلاني. الفشل أكثر المحاولات النجاح، هذه إحنا نريد ممكن تأيدني نعتبره أحد قوانين النجاح في الحياة أو قوانين النجاح الشخصي، إذا الإنسان ما يفشل ما ينجح. طبعاً هذه أنا أعتبرها بعض الأحيان أسميه الفشل الإيجابي. يعني يوجد، يعني إحنا المشكلة فهمنا للفشل طيب مختلف. طيب الفشل ننطيل الشخص كم مرة يعني نعتبره نجاح؟ إذا فهمنا هذه المعادلة، إحنا هسه إذا نسأل سؤال للمشاهدين ولحضراتكم، أنه دائماً إحنا شنو ببالنا اللي قابل النجاح شنو؟ دائما اللي قابل نجاح الفشل. الفشل هذا شيء احنا معتادين عليه واهلنا ربونا ومدارسنا. لا، انا اقول لك النجاح ما يقابل الفشل. النجاح يقابل النجاح، النجاح يقابل. متى تبدا عمليه الفشل؟ هذا المعادله يجب ان هكذا تفهم. يعني جميع الاخوه والاخوات اللي يشاهدون، احنا بازاء عمليه النجاح احنا نريد اليوم ننجح بقضيه معينه وما نجحنا فرض. هنا اسميه هذا فشل لو غير فشل؟ يقول هنا علماء النفس والتنميه البشر يقول هذا مو فشل، ما دامك أنت في دائرة المحاولة. يعني اليوم حاولت المحاولة الأولى وأخفقت، أنا مو فاشل، محاولة الثانية مو فاشل، محاولة الثالثة الرابعة العاشرة وأنا مستمر بالمحاولة، هذا كله مو فشل. يمتى يبدأ الفشل ست؟ يمتى يبدأ الفشل؟ يبدأ الفشل حينما أحجم عن المحاولة وأقول أنا هاي الشغلة كلها بعد ما أريد أعوف الشغلة كلها، يتنازل عن كل شيء. التنازل والوقوف عن المحاولة هنا يلا نقدر نقول إنه شنو هذا؟ فاشل. فاشل. فإذا كل محاولة باتجاه الهدف تعتبر نجاح وفي دائرة النجاح. هنا لازم نصحح مفهومنا، يعني مو من أول محاولة أنا حاولت وما نجحت معناته أنه أنا فشلت، وهذا الشيء خاطئ جدا. كثير من الناس عافوا أمانيهم وأحلامهم ورؤاهم وأهدافهم بسبب فشل واحد أو اثنين أو محاولة أو ثلاثة. فلذلك كلما حاولت أكثر اطمئن أنه أنت في دائرة النجاح. لازم متى تبدأ بالفشل وتقول على نفسك أنه فاشل أو الآخرين يقولون عنك أنت فاشل؟ حينما تحجم عن المحاولة. هذا المعادل. طيب أستاذ، اليوم من المسؤول عن تدريس هاي القوانين إذا كان للشباب أو للبنات، وخاصة خلينا نقول للأطفال، لأن هم الأطفال هم يسموه بذرة المستقبل. يعني البذرة عندما تكبر وتكون بذرة ناجحة وصالحة للمجتمع فأكيد هاي بالتالي حتفيد المجتمع. طيب اليوم من المسؤول عن تدريس هاي الخصوصيات؟ طبعا هو كل إنسان هو مسؤول عن نفسه وعن نجاحه بالتأكيد، لكن عندنا مقولة لأحد المدربين يقول إذا أردت أكثر فعليك أن تصبح أكثر. إذا أردت أكثر يعني إذا تريد نجاح بكل المجال فعليك أن بمعنى أنه هاي شخصيتك كلما ضفت لها مهارات جديدة، إبداع جديد، ابتكار جديد، حضور جديد، كلما ضفت لها صفات جديدة كلما حصلت على نجاح أكثر. لذلك المسؤول عن نجاحك يا فلانة ويا فلان ويا فلان، أي شخص في الحياة المسؤول الأول عن نجاحك هو أنت، أنت من تقرر هذا النجاح. وثانيا تبدأ عملية التعليم، عملية التدريب. اليوم لعت هاي الكورسات المنجان نقدم دورات تدريب والتنمية البشرية والتطوير الذات، كلها باتجاه شنو؟ دفع الشباب ودفع الناس باتجاه أنه نشوفهم أكثر عدد من السبل الموجودة للنجاح وليس هذا الطريق فقط. هواية ناس ما طبقوا هذه القوانين وما تقيدوا بها أصلاً، وبالنهاية هي كانت حياتهم مؤدية إلى النجاح. طيب شنو هي الأسباب؟ الأسباب يعني أنا حقيقة يقولون عندنا قانون يقول النمو لا يحدث من تلقاء نفسه. هذا النجاح اللي إحنا نسميه نجاح بصورة تلقائية وعشوائية اعتقدي تماما انه ليس بنجاح. واذا الانسان بعض الاحيان كثير من هذا حال شخص اللي يغش بالامتحان ويحصل مثلا فد درجه عاليه، او يغش بالامتحان ويحصل على فد وظيفه عاليه، هذا يعني راح يبقى في حاله جلد للذات ولوم الضمير باستمرار، لانه نجح بصوره غير كانما رسميه او شرعيه او الى اخره.
الإنسان الناجح حينما يكون نجاحه حقيقي، نعم. وحينما يكون نجاحه نابع عن إرادة وعزم وأصرار واستمرارية وعلم، وليس هيك كأنما إحنا بعض الأحيان، وكثير طبعا هاي النماذج أنتم تعرفوها، نعم. كثير. طيب أستاذ، اليوم بالعراق فرص النجاح موجودة بس طبعاً. نادرة. طيب مو يعني نادرة اللي بالنسبة للأشخاص ما يقدرون يستخدموها أو يستثمروها بطريقة صحيحة. طيب اليوم شلون الشخص يخلق لنفسه فرصة نجاح رغم ندرتها وخاصة بالعراق؟ جميل. الإنسان بأزاء الفرص ثلاثة، عندنا ثلاث نوعيات من البشر بالأزاء النجاح. يعني مرة واحد ينتظر الفرصة قاعد بالبيت وبلكي يوم من الأيام يدقون الباب عليه ويقولوا لي يابا تعال تفضل اشتغل، أو يا فلان اشتغل. هذا الأول. الثاني هو الإنسان اللي يذهب إلى الفرصة، يحاول يبحث عن فرصة عمل، يبحث عن مهارة جديدة، يبحث إلى آخره. وأكو إنسان ثالث، والإنسان الذي يخلق الفرصة. كثير من الناس أنه من بعض الأحيان نقطة ضعف عنده يحولها في ليلة وضحاها إلى نقطة قوة. أنه كيف يخلق مهارة جديدة، إبداع جديد، ابتكار جديد، بحيث أنه يكون هو صاحب السبق وصاحب الإبداع وصاحب كأنما الماركة لهذا الفرصة. لذلك الفرص كثيرة، لكن إحنا ما عدنا كأنما ذهنية أو عيون نشوف بها الفرص. لماذا؟ صحيح. لأن دائما إحنا لو عايشين بويلات الماضي، صحيح. عبارة عقلنا ذابي بالماضي، فلذلك ما نشوف. هذه قاعدة، اللي عايش بالماضي حزن الماضي، واللي عايش بخوف المستقبل هذا لا يمكن أن يرى الفرص، وإنما يبقى على فتات الفرص. إحنا على طار الفرص، أنه أكو واي ناس راحت من عندهم الفرص يعني مرة ومرتين وثلاثة، فقدوا الأمل أنهم ما يحققون النجاح بمسيرتهم وحياتهم وعلى الصعيد الشخصي. طيب مرات إحنا نقدر نسميها بسبب الظروف الخارجية أو سبب ظروف خارجة أصلا ونادرة عن إرادتهم. طيب هنا اليوم احنا شلون احنا نقدر نخلق من نفوسهم فتشي جديد، انطباع جديد، شلون نقدر نغير حياتهم؟ طبعا احنا الحياه لا نعتقد انه الحياه هي معبده بالزهور وطريق سالك دائما باستطاعه اي انسان. الحياه مملوءه بالمصاعب والمطبات والتحديات، وشوف اليوم الناجحين اللي نجحوا وقفوا كثير في وجوههم قالوا انتم فاشلين ما تستطيعون، وهي طبعا المسميات اللي نسمعها باستمرار. لكن اللي يصمد واللي يمتلك رغبة شديدة واللي يمتلك قوة إرادة، هذه المفردة قوة الإرادة أتمنى اليوم بس مجرد نخليها بتعريف، هو إجبار النفس على شيء، إجبار النفس على أشياء غير محببة إلها من أجل حصيلة أو غاية. يعني إحنا دائما نميل للأمور ننفذها شنو؟ الأمور اللي نحبها، الأمور البسيطة، الأمور السهلة، حتى ما تقض كأنما مضاجعنا اللي نقدر أو عليه، اللي نقدر عليه نستسهل. أحسنتم. واللي ما نقدر عليه دائما نقول هذه مو شغلنا أو إحنا ما نمتلكين أو إحنا مو قدها، ما يتبعون المحاولة بالضبط. فلذلك يجب على الإنسان أن يعيش بعقلية الاستحقاق. الله أوجدك بهذا المكان، عندك مهمة، عندك رسالة، وعندك رؤية بإمكانك، وطاك هذه الأدوات الراقية اللي هي العقل والنفس والأدوات هذه كلها، باستطاعتك أن تصل إلى أي نقطة تريد إذا أنت أردت ذلك. نعم. أما الإنسان اللي ما يريد ويكتفي بالقليل فخلي يكتفي بالقليل. طيب أستاذ، وجهنا كلمة أخيرة أو نصيحة أخيرة للشباب، للبنات، للطاقات بهذا الجيل اللي دائما خلينا نقول إحنا نحفزهم دائما على النجاح. حقيقة عالم النجاح عالم كبير جدا ويستوعب الجميع. الإنسان اليوم إذا يدخل إلى هذا العالم كل شيء من حوله سوف يراه على شكل نجاح. أي شيء أي لا يستطيع أن يرى شيء إلا وفيه النجاح، من قبله ومن بعده ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته. أي شيء يسقط نظرك عليه راح تشوفين بفرصة للنجاح. لذلك هلموا إلى عالم النجاح وثقوا بأنفسكم، امتلكوا تقدير الذات، تصوروا على أنفسكم أنه أنتم تستحقون النجاح أكثر وأكثر، وسوف تكون عملية النجاح عملية شهية جدا. عفوا المقاطعة، أكو ناس تقول لك أنا خالها على الله، الله كاش كاتب لي أني أشوف وين ما تصير خلصة. طيب هذا يعني يعتبر يعني شنو نجاح مو نجاح؟ يعني شنو مثلا يقول لك أني أدرس وين ما أصير، أصير مهندس، أصير طبيب، أصير أي شيء، يعني هاش تعتبر؟ وماكو أحسن من رب العالمين. رب العالمين هو مدبر الأمور، لكن رب العالمين نفسه شو يقول لنا؟ يقول لنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يجب عليك مستحيل تجيك الجنة للبيت، أنت يجب أن تسعى برجليك وفكرك وعقلك وروحك وكل ما تمتلك من أدوات حتى تصل للمكان اللي يريد. وعمروها أكثر مما عمروها رب العالمين، يريدنا نعمر البلاد ويريد نعمر كل الحياة. لذلك يجب أن يسعى الإنسان ما دام ساكن متراخي يماطل يأجل،
هذا في دائرة نعم. الفشل. إنسان دائما الحركي والإنسان اللي يسعى هو احنا دائما نعم. نرجع ونقول انه دائما كل ما الإنسان يفشل بالنهاية لابد يلقي نجاح. انت اليوم منورنا وتحدثنا عن قوانين النجاح الشخصي، شكرا لك، نورتنا. شكرا يا استاذ. نعم مشاهدينا اكيد ناخذ من